دلال يبقى لسه والسنه دي لسه حاسه ويرمى الطريق ريقه للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بانتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا Bara bim bim bura, bara bim bim bura, bara bim bim bura, bara bim bura. Bara bim bim bura, bara bim bim bura, bara bim bim bura, bara bim bura. لو دلال يبقى لسه والسنة دي لسه حاسة ويرمي الطريق ريقة للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بانتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا بارا بيم بيم بورا بارا بيم بيم بورا بارا بيم بيم بورا بارا مشاهدينا الكرام متابعي شاشه قناه الصحه والجمال، مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من 100 طريقه للجمال. النهارده في حلقتنا هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا بيصيب شريحه كبيره جدا من الشباب، سواء شباب الذكور او شباب او عفوا سواء شباب الذكور او الفتيات بشكل عام، الا وهو حب الشباب للبشره الدهنيه. طبعا حب الشباب بيصيب شريحه كبيره لا باس بها من الشباب، وأحيانا بيسبب بعض المشاكل النفسية وبعض الاضطرابات وبعض القلق خاصة عند الفتيات، وأحيانا بيتم التعامل معاه بشكل غير سليم أو بشكل غير طبي أو بشكل خاطئ جدا اللي ممكن بعد كده يسبب مضاعفات، وبدل ما الحلول دي تبقى حلول سليمة لإبادة أو لعلاج حب الشباب بتكون حلول لمضاعفات ليه. طبعا حب الشباب ما بيقتصرش وجوده فقط في منطقة الوجه، من الممكن أن يظهر في الرقبة أو في منطقة الصدر أو في الذراع. النهاردة هنتكلم عن حب الشباب بشكل عام، أسبابه وظهوره وطرق علاجه، مع ضيف حلقتنا النهاردة الدكتور عمرو غريب مدرس مساعد جلدية والتناسلية والتجميل بطب الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور عمرو، منورنا يا دكتور. النهاردة هنتكلم عن حب الشباب، ولكن خلينا نبدأ قبل ما نبدأ النهاردة يا دكتور نوضح للسادة المشاهدين سؤال حلقتنا النهاردة اللي هو بيقول هل حب الشباب بيسبب لك الإحراج؟ سؤال حلقتنا لسادة المشاهدين، هل حب الشباب بيسبب لك الإحراج؟ مشاهدينا الكرام سؤال حلقتنا النهارده هو معمول خصيصا عشان خاطر جمهورنا جمهور البرنامج يشارك معانا، ولو في أي أسئلة أو استفسار يرجى الاتصال على الأرقام الموضحة أسفل الشاشة. نبدأ النهارده يا دكتور عمرو، وخلينا في البداية نوضح لسادة المشاهدين إيه هو معنى حب الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حب الشباب يعتبر من اكثر الامراض شيوعا في الامراض الجلديه والتناسليه والتجميل، من اكثر الامراض اللي بنقابلها حقيقه. مقاسه نسبه حب الشباب بيأثر على قد ايه من المجتمع، بيقولوا 85% من الشباب اللي بيتراوح عمرهم من 15 ل 25 85% سواء كان ذكور او اناث بيكون مصابين بحب الشباب. يعني من كل 100 واحد في 85 واحد عنده درجه من درجات حب الشباب. طبعا مرض جداً منتشر جدا، يبقى كده وبالتالي الاهتمام بيه لازم يكون عالي قوي، لازم يبقى فيه دايما تحديثات في العلاج ودايما اهتمام عشان ما يتحولش الى مضاعفات حب الشباب زي ما انت نوهت في الاول، والحته دي مهمه قوي. حب الشباب ده عباره عن ايه؟ عباره عن انسداد في الغدد، دي بدايه اول مرحله، انسداد في الغدد الدهنيه بتاعه البصيلات. في كل جسمنا في غدد دهنيه بتفرز دهون عشان تخلي الجلد رطب، وتفيد برضه في فوائد كتير ليها الدهون اللي بتفرز دي. اما بيحصل لها انسداد يبتدي يحصل تفاعل متسلسل كده يؤدي الى حب الشباب. اول مرحله حاله الانسداد الغدد الدهنيه بتتسد، بعد كده يبتدي الافرازات تتراكم جوه. لما الافرازات تتراكم جوه بتدي فرصه لبكتيريا معينه، بكتيريا دي اسمها بروبيونو بكتيريا ماكني، نوع من انواع البكتيريا بتتواجد جوه الغدد الدهنيه في حاله غير نشطه. بس اما تتسد الغدد الدهنيه ويتراكم الدهون جواها تبتدي البكتيريا دي تنشط، تبتدي الغده تلتهب، بتظهر شكل حبوب حمراء، يبتدي بعد كده تتحول الى صديد. اما يتكون الصديد جواها نتيجه الالتهاب البكتيريا ومهاجمه الخلايا المناعيه ليها، وينتهي الامر لو احنا سيبناه من غير علاج الى انفجار الغده الدهنيه وتعمل عقد، او الناس بتفهمها كده بشكل كلاكيع كده صغيره تحت الجلد،
مش سيبنا خالص بقى المرض الايام مهمل جدا، وسبب المرض يمتد يمتد ينتهي الامر الى ندبات حب شباب، ودي لها قصة مختلفة وزوائد. طب دكتور عمرو، احنا عارفين طبعا ان البشرة بتختلف او نوع الجلد بيختلف من شخص لاخر، عاوزين بقى نفرق يعني نعرف الفرق بين تواجد حب الشباب في البشرة العادية والبشرة الدهنية. حب شباب مرض بيصيب الغدد الدهنية، فطبيعي ان هو نسبته اعلى في اصحاب البشرة الدهنية، كل ما بيزيد افراز الغدة الدهنية كل ما تبقى قابليتها للانسداد اعلى، لذلك حب الشباب اعلى جدا في اصحاب الغدة الدهنية وقليل جدا جدا في اصحاب البشره الجافه او البشره العاديه. فكون الانسان بشرته دهنيه ده بيعلي نسبه احتماليه اصابته بحب شباب. طبعا البشره الدهنيه بتعرف ازاي؟ بنلاقي فيه دايما افراز دهون على المناطق البارزه من الوش، يعني الجبهه او الانف في افراز دهون او في لمعه كده بيحسها المريض، بس ليها اختبارات بنحددها احنا نعرف بيها البشره الدهنيه بيعملها الطبيب. ده كيف يا دكتور بيتم تشخيص الحالات دي؟ جميل، تشخيص الحالة طبعا حب شباب بالنسبة لأي دكتور متمرس دي موضوع بسيط جدا، مش بنحتاج لتحاليل ولا أي حاجة، لا هو طبعا في علامات مرضية بنشوفها بتحدد لنا المشكلة دي مشكلة حب شباب. طيب حد في حد يعني هيتساءل، طب ما حب شباب ممكن أي حد في الشارع يعرفه، هو الحقيقة دي حقيقة إن ممكن أي حد في الشارع يعرفه، بس ممكن أي حد في الشارع يتلخبط منه مع مجموعة أمراض تانية تشبه جدا حب الشباب. زي يا دكتور؟ زي مرض الإحمرارية. خلاص، في مرض بيسيب برضه بيسيب الالتهابات الغدد الدهنيه، بنسميه الالتهابات الغدد الدهنيه، خلاص يشبه جدا حب شباب، بس بيسيب مناطق معينه زي الحاجب العلوي، زي قصدي الجفن العلوي، بيصيب الجفن السفلي عند الجبهه بس، فيشبه قوي والعلاج فيه اختلاف. طبعا مرض الاحمراريه مرض منتشر برضه، بيبقى شكل احمرار وحبوب حمراء على الوجه برضه، فيتلخبط مع حب شباب، بس في علامات مرضيه بيحفظها الدكتور زي مثلا البثور السوداء وعلامات تانية بتاكد لنا ان ده حب شباب، وبالتالي علاجه علاج غير اي علاج حاجه تانية. تمام. طب دكتور عمرو، خلينا نوضح الاماكن المختلفه اللي بتتواجد فيها الحبوب. طبعا احنا اعتدنا او كل الناس اعتدنا ان الحبوب بتتواجد في منطقه الوجه، لكن في الحبوب قد تظهر في مناطق اخرى متعدده، خلينا نوضح ونعرف. احنا زي ما قلنا حب الشباب ده بيبقى بيأثر على الاماكن اللي فيها افراز دهني عالي. طب هي ايه اصلا الاماكن اللي فيها افراز دهني عالي؟ الاماكن اللي فيها افراز دهني عالي في الجسم هي الوجه، خلف الاذن، الرقبه، اعلى الصدر، الكتفين، واعلى الظهر. كل الاماكن دي افراز الدهون فيها اعلى، وبالتالي كل الاماكن دي هي اماكن ظهور حب شباب. ففي اي حته من الحته دي ممكن يظهر حب شباب، حتى جوه الاذن الخارجيه ممكن يظهر البثور السوداء بتاعه حب شباب. تمام دكتور عمرو، قبل ما نتكلم عن الاسباب المتعدده لظهور حبوب الشباب، خلينا ننوه عن سؤال حلقتنا مره اخرى للساده المشاهدين ونقول: هل حب الشباب بيسبب لك احراج؟ مشاهدينا الكرام، هل حب الشباب بيسبب لك احراج؟ السؤال للذكور والفتيات، مفيش اي احراج. لو في اي استفسار او اسئله يرجى الاتصال على الارقام الموضحه اسفل الشاشه. يمكن دلوقتي قبل ما نتكلم ايضا في اسباب الظهور هنطلع مع بعض دلوقتي نشوف تقرير ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا الكرام، هنشوف مع بعض تقرير ونواصل مع بعض مره اخرى. علاج حب الشباب للبشره الدهنيه. يعد حب الشباب الذي يصيب المراهقين بشكل خاص مشكله طبيه تصيب عدد لا باس به من هذه الفئه، ولا يقتصر ظهور حب الشباب على الوجه، بل يمكن أن يغطي الصدر والأكتاف والذراعين. وعلى الشباب من كلا الجنسين تحديد نوع البشرة التي يمتلكونها، ولمعرفة ذلك يمكن استخدام مرآة مكبرة تبين بوضوح تام تكوين وتركيبة بشرة الوجه، ويمكن الاستعانة بطبيب أو مختص لتحديد نوع البشرة. ويرجع الأطباء أسباب حب الشباب للمواد الدهنية التي تنتجها الغدد بشكل غير طبيعي، كما أن الإفراط في تناول المأكولات الدسمة والشوكولاتة والمشروبات الغازية من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب. كما يعد استعمال بعض منتجات التجميل والمكياج غير النظيفة من أهم أسباب حب الشباب بالنسبة إلى الفتيات. وللوقاية من حب الشباب يجب تنظيف البشرة يومياً بالصابون وحامض الفينيك، من أهم طرق الوقاية من حب الشباب. كما يجب استعمال أدوية مضادة لحب الشباب والتي يمكن الحصول عليها من الصيدليات بسهولة. كما ينصح بتجنب استعمال مساحيق التجميل بكثرة والعمل على إزالة هذه المساحيق قبل النوم، ولا بد من استشارة الطبيب المختص، فهو الشخص الذي يستطيع أن يشخص الحالة بدقة ويمنح العلاج المناسب. تمام، نكمل حلقتنا مشاهدينا الكرام بعد التقرير، ويعني التقرير وضح أسباب تواجد او اسباب ظهور حب الشباب، ويعني يمكن وضح لنا بعض الاسباب اللي منها
طبعا الافراط في تناول المأكولات زي الشوكولاته مثلا والوجبات السريعه. موضوع هل دكتور المأكولات خلينا نتكلم بقى نوضح كده للمشاهدين موضوع المأكولات. بص احنا ما نقدرش نقول المأكولات سبب ظهور حب الشباب خلاص، هو مأكولات معينه مأكولات ولا مأكولات معينه هي السبب، لا مأكولات معينه تسرع من ظهوره في العيانين اللي عندهم حب شباب او العيانين القابلين لحدوث حب شباب، يعني هتساعد مش تبقى سبب. سبب الحب الشباب هو لخبطه في افرازات الدهون، ودي بيبقى لها الهرمونات لها دور والمناعه لها دور وكذا دور والبكتيريا اللي قلنا عليها لها دور، لكن كل اللي هتعمله الاكلات دي مش هي هتسبب الحاجات دي، لا هي هتساعد انها تحصل، تساعد مش تبقى سبب. لذلك احنا بنمنع المريض من الحاجات دي عشان خاطر ما تزودش حب الشباب عنده. ايه المأكولات دي؟ المأكولات اللي فيها بيسموه الاوميجا 6 مش الاوميجا 3. الاوميجا 3 هو الدهون المفيده، الاوميجا 6 دي الدهون الغير مفيده او الدهون المضره، اللي هي من ضمنها الاكلات السريعه، اللحوم المصنعه، الدهون المشبعه دي، اللحوم المصنعه زي اللانشون زي البرجر زي الحاجات دي كلها، كلها دي فيها الاوميجا 6 اللي بتضر حب الشباب. طيب كمان هكمل الحاجات اللي هي الاكلات، كمان الشوكولاته ثبت علميا خلاص انها بتزود حب الشباب فعلا. الالبان كملت الدسم بيبقى فيها حاجات تزود حب الشباب، عامل نمو حاجات تزود حب الشباب. الحلويات عاليه السكريات زي البسبوسه زي الجاتوهات، مش بنقول العيان ما ياكلش خالص من الحاجات دي انما ياكل كميات قليله منها. يعني حضرتك يا دكتور بتوجه دلوقتي نصيحه للساده المشاهدين وتقول لهم الاشخاص او الفئات او الشباب اللي عندهم حب شباب يقللوا من الوجبات المشبعه بالدهون واكل الشوكولاته واحيانا المياه الغازيه، صح كده يا دكتور؟ المياه الغازيه مالهاش دور قوي بس يعني بنذكرها من باب الاضرار بتاعتها. يعني ننصحهم بتناول الاكل في البيت، يعني الاكل الصحي او تناول الاكل الصحي المفيد ليهم ايه؟ لا الاكل الصحي المفيد ليهم هو الخضروات والفاكهه، لازم خضروات والسلطه، خضروات طازجه مش مطبوخه يوميا، دي فيها فيتامينات وحاجات تساعد على تكسير الدهون. تمام. طب دكتور في يعني في عاملين مشتركين، يعني عامل مشترك عند الذكور وعامل مشترك عند الاناث. يعني احنا جينا يا دكتور مثلا قلنا ان الدوره الشهريه عند الاناث بتسبب ظهور الحبوب دي حبوب الشباب ام لا؟ لا مش هنقول انها بتسبب، هي زي ما قلت لك هي الدوره الشهريه كل الحكايه ان هيبقى في خلل هرموني في وقت من الاوقات، زياده في هرمونات الاستروجين وزياده في هرمونات البروجسترون، كل ده ليه وقت. الزياده بتاعت البروجسترون بالتحديد، فذلك البروجسترون بيزيد في الاخر بتاع الدوره، فالعيانين العيانات اقصد بتشتكي ان قبل ما الدوره تخلص او اثناء الدوره بيظهر الحبوب بتزيد قوي، ده ناتج ان الهرمون البروجسترون عالي، هرمون البروجسترون بيشتغل على الغده الدهنيه يزود افرازها. طب وعند الشباب بقى، يعني في الشباب احيانا بيقوموا يعني بعض الشباب بيقوموا بالافراط في عمل العاده السريه فايضا بتسبب لهم ظهور في حبوب الشباب. لا هو الحقيقه العاده السريه ليها اضرار تانية مش من ضمنها حب الشباب، والمبدا ده غلط خالص. يعني مبحث انا كنت ببحث امبارح، لا المبدا ده غلط من ضمن الحاجات في المشهوره في موقع علمي ان العاده السريه عند الشباب بتسبب او بتسبب في ظهور او بتساعد احيانا في ظهور حب الشباب. لا الحقيقه دي مش صحيحه خالص، دي احدى الشائعات اللي بتقال على العاده السريه، هي ليها اضرار تانية كتير قوي بس مش من ضمنها حب الشباب عشان نبقى علميين. من ضمنها مش من ضمنها، من ضمنها بقى سرعه القصف ومشاكل الجنسيه، دي بره الموضوع بتاعنا خالص. لكن من ضمنها، هل من ضمنها زياده حب الشباب؟ لا خالص. تمام، يبقى نطلع فاصل دلوقتي يا دكتور. المشاهدين الكرام هنطلع مع بعض فاصل دلوقتي، وانتظرونا بعد الفاصل وفاصل ونواصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، و100 طريقه للجمال نستكمل حلقتنا النهارده والحديث عن حب الشباب خاصه في البشره الدهنيه. كنا انتهينا قبل الفاصل عن الاسباب، نكمل الاسباب مع دكتورنا دكتور عمرو غريب. دكتور خلينا نكمل بقى الاسباب عن حبوب الشباب ونقول هل التعرض للشمس او التعرض الكثير من الشمس بيسبب ظهور حبوب؟ الشمس ليها دور بس مش دور قوي قوي، ليها دور ننصح العيان دايما انه قبل ما يتعرض للشمس على قد ما يقدر، ليها دور بتنشط شويه حب الشباب بس مش الدور اللي هو الفعال قوي في المرض. تمام. طب يا دكتور يعني برضو منتجات التجميل او المكياج خاصه عند الفتيات هل او بعض المرطبات او بعض مستحضرات التجميل بتسبب في ظهور؟ ده ليها دور طبعا لانها بتساعد انسداد المسام، خصوصا المستحضرات اللي فيها ماده اسمها اللانولين. فالمستحضرات التجميل اللي مكتوب عليها لانولين فري يعني خاليه من اللانولين هي يمكن اللي ما بتسببش حب شباب، دي بتبقى نوع غاليه من مسحاق التجميل. انما معظم مسحاق التجميل العاديه اللي موجوده في الاسواق بيبقى فيها المواد دي ومعظمها بيزود حب شباب. طب هل يا دكتور الحاله النفسيه ايضا يعني انعكاس الحاله النفسيه القلق والتوتر والاجهاد والحاله النفسيه والمزاج السيء كل ده بيسبب ظهور حب الشباب؟ والضغط العصبي بيزود من هرمون الكورتيزون جوه الجسم،
هرمون الكورتيزون بيبقى ليه دور في زياده حب شباب. فاي ضغط عصبي برضو القعده في كتير في ضغط عصبي ده بيزود هرمون الكورتيزون في المستوى جوه الدم وبالتالي بيزيد احتماليه زياده حب الشباب. طب دكتور احيانا بيكون في بعض يعني الاشخاص بيشغلوا وظائف في مثلا في مصانع لانتاج مثلا المواد الكيماويه لانتاج المنظفات لانتاج مصحيح الغسيل، هل يا دكتور طبيعه العمل ده بيؤثر عليهم ويسبب لهم ظهور حبوب في بعض العمهن؟ بالفعل في احتماليه زياده حب الشباب. الناس بتشتغل برضه في مصانع كيماويات، الناس اللي بتشتغل في اماكن فيها رطوبه عاليه درجه حراره عاليه بيظهر لهم انواع من حب الشباب مش ما تشبهش الشكل المعتاد لحب الشباب، بتظهر في اماكن معينه، بيظهر في غير التوزيع اللي احنا قلناها نتيجه رطوبه عاليه بيحصل انسداد في المسام. بعض المهن بتبتدي الناس تقدر انها تبتدي خوذه، بيحصل برضه الخوذه بتسد المسام، بيحصل قفله ميكانيكيه للمسام، يظهر حب الشباب مثلا في منطقه الجبهه، الناس بتبتدي خوذه لفتره طويله. ففي بعض المهن اكثر عرضه للاصابه بحب الشباب بالفعل. طب دكتور برضه يعني اللي عند الشباب برضه يعني بنلاحظ بعض الشباب يعني اللي بيقوم بحلاقه الدقن بيظهر لهم حب الشباب في المنطقه السفلى يعني اسفل الدقن. شفت انت زي ما بتقول كده يعني ده مش حب شباب، ده حاجه تشبه حب شباب زي ما قلنا في تشخيصات تشبه حب شباب بس علاجها مختلف. ده مش من نوع حب شباب خالص، ده التهاب اسمه التهاب البصيلات الكاذب. ده بيحصل التهاب في البصيلات نتيجه ان الشعره بتلف وتدخل جوه الجلد من جديد، تعمل كيرف كده تدخل جوه الجلد فتعمل التهاب مكان دخولها. ده مش حب شباب خالص، ده التهاب في بصيلات الشعر. التهاب في الشعر مش ناتج عن بكتيريا، لا ناتج عن ان الشعرايه بتلف بتلف وتدخل جوه الجلد من جديد. فالشكل يظهر ان زي حب شباب في المنطقه السفليه بس هي الحقيقه مش حب شباب خالص والعلاج مختلف تماما. ذلك الموضوع مش بالبساطه اللي احنا بنشوفها. ننتقل يا دكتور عمرو لجزء العلاج في حب الشباب، ولكن خلينا اتكلم عن نقطه مهمه جدا. احيانا بيكون في خرافات حول حب الشباب، يعني في اثناء القراءه واثناء البحث يعني قريت ان تنظيف الجلد بشكل قوي يعني بيعمل على ازاله الدهون. لا طبعا، وفي في نقطه اخرى تفجير البثور، ان يكون مثلا شخص عنده حب الشباب فيقوم بيفجر البصر الصديد حبات الصديد الحبوب بتاعتها اللي فجرها. هل ده يعني طرق علاج بشكل يعني سليم ولا دوت مثلا ممكن يحدث عنده مضاعفات؟ كل ده ممكن يعمل مضاعفات يعني زي ايه مثلا؟ ده ان الفكره انه بيضغط البصره دي يا زعيم ممكن تطلع منها جزء لبره بس ممكن يطلع جزء لجوه يعني ينفجر لجوه وده يزود الالتهاب. يعني لما يجي الحبايه وهو بيضغط عليها كده ممكن يطلع الالتهاب يدخل يفرقع الغده الدهنيه كلها وتطلع المكونات كلها تحت الجلد وده يعمل التهاب شديد جدا. يعني يعكس الموضوع بدل ما يحسنه لا هيسوقه. فطبعا ما انصحش بيه خالص، وان احنا ننصح العيانين دايما ما نلعبش في الحبوب خالص. لا نروح لطبيب مختص ويبتدي العلاج على طول. الموضوع الثاني ده موضوع اللي هو التنظيف القوي للبشره. لا احنا بنحتاج كلينزر او منظف معين هو اللي بيبقى بيناسب البشره الدهنيه، هو اللي بيقلل الفصائص الدهنيه من غير تنظيف قوي ولا حاجه ومن غير موضوع حمض الفينيك اللي احنا سمعناه ده. طبعا مش صحيح. استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ محمد. لو سمحت يا دكتور، انا بيجي بيطلع لي الجلد وبتقعد فتره وتطرح مع نفسها حبوب، يعني ده يعتبر حب. معلش يا استاذ محمد، يعني من فضلك عيد السؤال مره اخرى. كنت عايز بس اسال الدكتور عن في حاجات بتطلع لي تحت الجلد كده وبتقعد فتره وبعد كده بتصرف لوحدها، فده يعتبر حب شباب وايه العلاج ليه؟ طيب بشكرك جدا يا استاذ محمد، بشكرك على الاتصال والدكتور هيجاوب على سؤال حضرتك حنان. طبعا الحبوب اللي ممكن تظهر تحت الجلد ممكن تبقى حب شباب، ممكن تبقى امراض تانية كتير. وموضوع انها تصرف لوحدها ده ممكن يحصل مع حب شباب، ممكن يحصل مع التهابات الليمفاويه بتحصل في الوش. فاحنا ما نقدرش نحدد من غير ما نشوف على الاقل البثور السوداء. لو في بثور سوداء بتتكون مع المرض يبقى في الغالب ده حب شباب، وهنحتاج العلاج المناسب لحب شباب زي ما هنقول دلوقتي. تمام، خلينا نتكلم بقى في طرق العلاج المختلفه لحب الشباب يا دكتور. يعني خلينا نوضح بقى، هل بيكون في طرق مثلا عن طريق المرطبات؟ هل بيتطلب مثلا المرطبات؟ احنا بنقول البشره الدهنيه فمش هندي مرطبات عشان تزود المشكله. خلينا طب نتكلم عن العلاج. هو العلاج احنا بنقسمه على حسب الحاله. يعني العلاج مش ثابت، هي دي المشكله برضو اللي في ناس مش فاهماها، ان العلاج بتاع كل الحالات مش زي بعض. لان في عيانين بيجي بصور سوداء بس، في عيان بيجي بصور سوداء ومعاه حبوب صديديه، وفي عيان بيجي معاه حبوب حمراء بس، وفي عيان بيجي معاه حبوب صديديه بس، في عيان بيجي باللي هو العقد والكلاكيع اللي تحت الجلد بس. فكل حاجه ليها
علاجها. ما ينفعش ان انا بس استسهل اشوف اي كريم من على الانترنت، اشوف اي كريم من عند الصيدليه كريم مش، لا هو العلاج بيتفصل على حسب الحاله. كل حاله بنشوف العلاج المناسب ليها على حسب الحاله المرضيه وعلى حسب لو في عنده اي امراض مصاحبه، عنده اي مشاكل، على حسب سنه بظبط العلاج. يعني العلاج في سن ال 20 غير علاج في سن ال 30، ممكن حد شباب يتاخر لسن ال 30 وال 35، يبقى ساعتها العلاج مختلف خالص. على حسب السن ده ليه دور كمان في العلاج. العلاجات بنقسمها الى علاجات موضعيه وعلاجات عن طريق الفم، وفي اللي هي بعد كده الليزر. العلاجات الموضعيه دي بتبقى عباره عن كريمات بتظبط التكاثر بتاع الخلايا بحيث ان الغدد ما تتقفلش، كريمات تقشير، كريمات تظبيط للافرازات بتاعه الدهون، وفي كريمات مضادات حيويه بتقتل البكتيريا اللي احنا قلنا عليها. يمكن احنا دلوقتي يا دكتور معانا فيديو على الشاشه اهو بعض الكريمات الموضعيه. تمام، ده تقريبا يا دكتور دي يعني طرق وضع الكريم او طرق وضع ايه؟ لا هو فيديو ده غالبا عن التقشير. طرق يعني شايف يا دكتور ان الطبيب او الشخص اللي بيضع الكريم بيضعه بطريقه دائريه. ده هو بيضع مرطب دلوقتي. دي مرحله من مراحل التقشير، وده موضوع التقشير ده هنقوله في العلاجات اللي هي مش عن طريق الفم ولا عن طريق الموضعي، لا دي حاجه من الحاجات اللي بنستخدمها عشان نشيل الدهون وعشان نقلل من البثور السوداء، ده هو التقشير الكيميائي. هنرجع للموضوع الموضوعيه، زي ما قلنا في حاجات تقلل افراز الدهون وتظبط تقشر الجلد، وفي علاجات تشتغل على البكتيريا، مضادات حيويه موضعيه للبكتيريا عشان تموت البكتيريا اللي احنا قلنا عليها، وفي علاجات عن طريق الفم. علاجات عن طريق الفم بتقسم الى مضادات حيويه، مش كل مضاد حيوي ينفع، ما ينفعش اروح للدكتور عايز مضاد حيوي لحب الشباب، لا هو في ثلاث اربع مضادات حيويه بس هم المتاحين لحب الشباب، هم اللي ممكن نستعملهم لحب الشباب، بنحدد انهي واحد فيهم مناسب على حسب الحاله. ما ينفعش يبقى عندي بثور وصديد اقول اروح اخد اي مضاد حيوي، يعني مثلا بنسلينات، بنسلين في انواع كتير من البنسلين، البنسلين ما بيشتغلش خالص على حب الشباب. في انواع كتير خالص مشهوره ما ينفعش نقول اسمها من البنسلين، مفيش خالص عمرها ما هتجيب نتيجه اصلا مع حب الشباب لانه ما بيشتغلش على الميكروب ده. فكل حب الشباب ليه ميكروبات، كل حاله ميكروبات معينه ليه مضادات حيويه معينه هي اللي تناسبها. تاني حاجه في العلاجات بتاخد عن طريق الفم المضادات الهرمونات، لما يكون في هرمونات عاليه شويه بنعملها، بنكون شاكين عيان جاي متاخر عنده 30 سنه ولا حاجه، ممكن يبقى الهرمونات عنده عاليه، بتحصل كتير مع الستات، بس الست عندها لخبطه شويه في الدوره او تكيسات في المبايض، يبقى الهرمونات عاليه، بنسلها الهرمونات تلاقيها عاليه، بنحتاج مضادات للهرمونات دي تقلل من افراز الهرمونات العاليه دي اللي بتؤدي الى حدوث حب الشباب. طيب في حاجه بقى تانية، اخر حاجه بنلجا لها في العلاجات الجهازيه اللي هي بتاخدها عن طريق الفم، هو عقار الايزوتروتينوين. ده عقار بنستخدمه في الحالات المستعصيه او الحالات اللي ما بتستجيبش للعلاجات اللي فاتت، او بنستخدمه في الحالات اللي هي عندها استعداد انها هتدخل في مضاعفات وندبات. احنا شايفين زي ما قلنا ان احتماليه الدخول في الندبات موجوده وعاليه زي ما شايفين على الشاشه كده. تمام. فالعلاج بقى للمضاعفات، الحالات اللي ممكن انها تحصل لها والحاجات دي، نتكلم بس عن المضاعفات. المضاعفات اللي ممكن تحصل هي بثور الندبات اللي هي العميقه او ندبات المتضخمه، يحصل ان في ندبه حفر زي ما بنشوف في بعض الناس يبقى وشها متحفر، ده اصيب بحب شباب وساب نفسه خالص ما خدش اي علاج لغايه ما دخل في المضاعفات، حفر او كلاكيع او ندبات متضخمه حبوب. احيانا يا دكتور بتكون موجوده في بعض الاطفال الصغار السن. حب شباب ممكن يسيب اطفال صغار السن في حالات نادره، ودي يبقى ليها علاج مخصوص قوي خصوصا في اول سنتين من العمر، ممكن يسيب حب شباب. احيانا بيكون في عند يعني عند منطقه الخدود في احمرار شديد جدا، وتحس ان هو لخشنه الملمس، الخدود دي خشنه الملمس. الحبوب الاحمرار والخشونه دي ده حساسيه ادوبيه او حساسيه وراثيه، دي قصه ثانيه. انما حبوب الشباب بتظهر فعلا في اول سنتين، بيبقى في شويه لخبطه في الهرمونات او عند الام توصل للطفل عن طريق الرضاعه او بعض الفطريات على الوجه بتعمل الحكايه دي. طبعا ليها علاج مختلف في الاطفال، ما ينفعش الحاجات اللي احنا قلناها دي خالص. هنرجع للمضاعفات، زي ما قلنا ممكن نعمل ندبات، ممكن ده وساعتها يبقى العلاج مختلف تماما. العلاج في علاجات بقى غير الفم وغير الدهانات الموضعيه،
العلاج بالتقشير الكيمائي زي البدايه اللي احنا شفناها كده، دي بدايه التقشير نستنى تحضير البشره. ما بيكونش ليها دكتور اثار جانبيه اي علاج كيميائي لو اتعمل صح؟ ما يحصلش اي حاجه اي لو اتعمل صح يعني معنى كده ان الطبيب ان المريض لازم يختار دكتور مختص. مختص طبعا بالامراض الجلديه والتناسليه، اللي هو يعرف يعمل طريقه تقشير صح. تمام. طريقه وطبعا التقشير الكيميائي ده عباره عن ازاله للطبقات الخارجيه من الجلد، بنشيل البصور بنشيل وطبعا اخر علاج طبعا العلاج بالليزر ده شائع جدا، وده علاج بالليزر بقى. علاج بالليزر نوعين، في علاج للحبوب وفي علاج للاثار اللي احنا او المضاعفات اللي احنا قلنا. علاج للحبوب ده اشهر حاجه بنستخدمه الجهاز الوميض الضوئي، ده يقلل من الحبوب نفسها، وده مش النوع الاخر. العلاج بتاع الشباب النوع الاخر اللي هو العلاج بقى الليزر، ان انا اشيل بقى الاثار بتاعه حب شهاب اللي هي الحفر والايه واللي احنا قلناها دي. دكتور عمرو، دكتور عمرو بشكر حضرتك جدا، حلقه ممتعه الوقت خدنا، معلش بشكرك جدا دكتور عمرو. مشاهدينا الكرام انتهينا من حلقتنا النهارده، تابعونا دائما وابدا على شاشه قناه الصحه والجمال. بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، بشكر الساده المشاهدين اللي شاركونا في البرنامج عن طريق الاتصالات. بتمنى لحضراتكم صحه جيده وسعاده ابديه، بشكركم مره ثانيه في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. لو دلال يبقى لسه، والسنه دي لسه خسه، وهبنا من الطريق قريقه للجمال، والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بانتيكا، زي ما احنا غنينا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا.